إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أيها المسلمون والمسلمات، كل موضوع ليسوا جديي إنك هضمانتا والفتنة في وقت العبادة. وقتك في النضاء يجرتو فضلك إلا ذه عبادة ذا الله سمعيو. أولا وحا مهمة ما دام دتك سوقي من مشو أيهن أرضي أما متعلمين الفتنة تعريفها إن أنبرنو. ما معنى الفتنة؟ قرآن كي يسنة سيدي غسو أرورتي ما معنى الفتنة؟ دي لغو ويدي أدغو أرضي أ ولغو يره دو فتنة دو حدك قرطة سدح بيج باسي جهان لغو سيو. ما معنى الفتنة؟ تريبوليشن كمحوية هاي وحكو غره دي لغو دو محاد أرن لهيد. الفتنة في اللغة علماء وحي ليهين شيخ لغو مقعاب الأزهري كتاب كيس تهذيب اللغة وحولي هي جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب أذبتها بالنار ليتميز الردي من الجيد. علماء اللغة العربية بدنا وحيكوفا سيرين في النظو إن يتهي الابتلاء إن ليس ابتلايو والامتحان إن لغو امتحانو. أصل كان في النظو وحا لغا سوقاتي لغة عربية إلا عربتو ذهب بيرادين جيرين ذهبك عربتو آد بيوجعليهين الدوات قرن إيسان ميلاها ذهبك دنيا دو غاليسا وذهبك 21 أما كان جدا لجعليهي سوق اليمامة لغو إيبيو أما كان دبي با الدنيا دو غالسا ولغو عربتا ذهب بيرادين جرين مركا ذهبك مركا لبارا يو وميت كيسا حن يو كيسا في عن لك لبارا يو با عربت وحيده جرين فتنتو الفضة والذهب وحان باري وان امتحاما يون قبي سي ذهب كي أن أكل قرطو يفضة كيسا في عن يميت كيسا حن أذبتها بالنار ليتميز دبا كوكوبي سوء ووسع مو كان حن متكفي عن قران كان اوت الماما يا الله سبحانه وتعالى قال هذا مركو كهل لي وحو يري يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون. ها يوم يفتنون على النار الفتنة مركا معناها ذو حويا لغدهان إن شيء لصوع
لغدهان وتاويان قرآن كان معنا بدن بيكوس عروتي في النظر يدو معنا بدن كلا وضطا إلا طبعا ملبو الله سبحانه وتعالى قرآن كا يكبضن بوكوشيغي مروحا لو استعمال الابتلاء والاختبار ضدك إملا امتحانو واختبار لقليو الله سبحانه وتعالى وحير حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ضدكم وحي أمليين إن لقتغيو أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا قفك إنو يراه ذو آمنت بالله كليا مي أملي إن لقو دافيا لك ولقو امتحان عافي ما درى لقو امتحاني فقر با لقو امتحامي أولاد الآن با لقو امتحامي أولاد با لقو سيني مركا ساوحا لقو سين كو امتحانا ومركا قفك ورانا يكو عن محان أردالي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مرمر قرآن كوحو استعمالا الصد عن سبيل الله والرد سيد الله سبحانه وتعالى ويري واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك في سورة المائدة رسولك وحل ويري قال هذا النبي محمد دكتوني قاضو أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إني كافد نيان قار إلهي وكوسو دجي قرآن كقيبة كم إذا إني كافد نيان اسك إلهي حذر قاضو take precaution take attention الولي رسولك صلى الله عليه وسلم ما أنت محظو مليني سيزبن كان مركا قفك يدل انت يرى سي إيزي أي الله فدنين كرا دين تيسا شكل لغا قلين كرا فدنا ذا سيدوك لمرمر وحي نقطة العذاب سيدو الله سبحانه وتعالى يري ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله سبحانه وتعالى وحيري ثم إن ربك الذين هاجروا كوا هجروا ذي من بعد ما فتنوا مركا لا عذاب يكذب إلا أن دادكو هذي دين تقاطان ودين تهذا كدك توالقو امتحاني امتحان هدوية ماذا نقفك هجر الله باهاية ولدون يدين تيسين وكبت بادو رأس مالك وقفك أوهيستو وقوين ودين تيسلام كويان الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران قفك وحا وقوين رأس مال أوهيستو وحويان ودين تيسويان إنو كدقو مركا الله سبحانه وتعالى وحير كوا هجروا ذي مركا لفدنا يكذب ثم جاهدوا جهادي وصبروا صبري إن ربك من بعدها لغفور رحيم مرمر مركا عذاب الله استعمالا فدنا ذا مرمر وحين قونا يسا الشرك والكفر الله جل وعلا وحير وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال هذا الله قال لما إلا فدنا لقوايو فدنا ذا ابن كثير وحير رحمة الله تعالى عليه في كتابه وكتاب تفسيره وحولي عظيم ورنتي فوائد بضن أرضي ذا وين كفى إذا استان وطالع ذا كتابك تفسير ابن كثير أفل مجلد ويان وحير شركي وكفصري فدنا ذا شرك وحير أي شرك طيب مدى شانات في النظر الله استعمال وحويان الوقوع في المعاصي والنفاق معاصي ده اللي قدعوا في النويان نفاق نمو اللي قدعوا في النويان الله سبحانه وتعالى وحوير في حق المنافقين ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ولكنكم فتنتم أنفسكم نفتينا في النيسين ما حدكم في النيسين بالمعاصي والنفاق وتربصتم مسلمين تي بعد يوم مؤمنين تي بعد عمل وقشين ودبات اللسوغيسين وارتبتم شكنا وادقشين وادشكسين وغرتكم الأماني يدي ديلو أي إذين مركا كذيسي في النظر مركا مرمر وحال الله استعمالا إن لقد دعو المعاصي والنفاق الاشتباه اشتباه الحق بالباطل سيدو كلا قف في النظر وحال الله استعمالا قف كإن إساقدر سمان حق يا باطلك حق يهدو قف كقران وايو أو باطلك كقص وقف كافين وكد عاي الله جل وعلا وحير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض
وفساد كبير كو إلهي كو كفريي قاركود قاركا كالي أولياي سويهين ها إلا تفعلوه أدادا كتغن أو مثلا كفارتا ولا يدودا كتغن تكون فتنة في الأرض الدنيا ذا فتنة نقن حق يباطل غدي ساكا در سمان قفكو حوى فتنة كل دعي وفساد كبير مدى تضباط أو كتوسيس في النظر معنى هذا وحويان الإضلال بعد النمضة نصدوك في النظر والغمك عابا الله سبحانه وتعالى وحويري ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا قفك الله أودونا إنو فتنة وحد أقبا كرتماله ما ديغا كعلين كرا قفر ومعاسي إنو كرد عزينا ما ديغا كعلين كرا قفر بشركي إيا شكي إنو كرد عدين توكشكي ما ديغا كعلين كرا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا طيب تنساقالات أما مدى سيديداد وحويان القتل والأسر في النظر سيدوك لديلك والله استعمالا يقفك إن لقفاشنا قرانك ومثلا وتسيي قوله جل وعلا باكمدا وبقوله يهتدي المهتدون إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الله سبحانه وتعالى آيادها صلاة الخوف مركو كهد ليي وحو تصي إن صلاة مركا لتو كان يو ضد قاركينا أي سجودان أم الركوعان كوا كلانا أي تاقنادان وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وأيضها بأهايين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذات كعبستان إن إذين في النيان كوا كفريي الله سبحانه وتعالى كو كفريي سقالات في النظر القرآن كو استعمالا اختلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم داتكم مركي كالتاقان ويس خلافان ويس نعان وقف قف سلامة يؤوسا جرين وقف قف لها الله يأينا جرين وحويان تانا والله استعمالا في النظر والله استعمالا الله سبحانه وتعالى وحير ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة قال هذا وحي مثلا اسكديان لحذين إني في النار دقان وصور دح قلان ها تانا والله استعمالا مدة طبانات وحن رجينا يا أرضي دو إنا قرن دونا وايو امتحان يسؤال أي أجري دونا رجب دونا أرضي بان أركا في النظر القرآن كان محاكو سو أروري وآي ضاء يمحال الله استعمالا ينكوي دين دونا وإن أدمرك أرمها كددش الجنون والله استعمال سيدوك الوالدة في النظر والله استعمال الله سبحانه وتعالى قرآنك وحكويري بأيكم المفتون نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مبنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون واللوغان دونا متك والا في الدنيا مركا واللي والله استعمالا رسول كان كلا وحاشا ولما قف لسي أخلاق وناكسا ميا والا قف عمل كيس وسنقوئين ميا والا الله سيدو سوى أمان رسولك صلى الله عليه وسلم فيه وإنك لعلى خلق عظيم وإن لك لأجرا غير ممنون رسولك إن صلى الله عليه وسلم ما أنت أن تاقن هاي أجربة أصعدة آية ذا قرآن كمر كان شيئا يحديث كأجربة اللو قرية هذا قف مالا مالا مي وح اللو قرى مير كي بابلق قاضي أرمها صدا بارك الله فيكم والله استعمالا في النظر عربته أدو استعمال جرين سيدا درتيد قبلها قاركود هدا قروح دبضان فاتنة بيبحيان قبر فاتنة لهم كجرتها هلكان فاتنة المهن أنا ذو حسانة كعبسانة يا قبام مركيدها فاتنة يديه جرين قبر قروح دبضان ولا ليال وقتي غا زبن كفي الندى وحال دوني في الندى إن آدي أدل السقي إلالي خاصة زبن كان في النظام حاضر وقبل بادي كرتا إن إيمان لا تمادو
inaad dadku waxay jecel yihiin inaad kula waxaad jeceshahay inay kugula dhaqmaan adigana inaad kula dhaqanto taana xadiis saxiix ayaa tilmaamay xadiidkan waan sheegaynaa xadiis cabdullaahi ibnu camr ibnu caas waxaan jeclaan lahaa inaad si fiican u dhegaysataan baaraka allahu fiikum rasuulkeenna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahay cabdullaahi ibnu camr ibnu caas uu wariyey xadiidku wuu dheeraa cabdullaahi ibnu camr ibnu caas wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid a safar baan ku jirnay safarkii markaan ku jirnay waan degnay qaar way iska ugaarsanayeen saxaabada oo leebkooda iyo fallaadhooday samaysanayeen qaarna guryihii la degi lahaa ayay dhisanayeen waa la kala tagsanaa iyadoo sidaa loo kala tagsan yahay baa wuxuu yidhi waxaan maqlay asalaatu jaamica ereyga asalaatu jaamica waa aadaan weeyaan in la barto waay waa nooc aadaanka ka mid a weeyaan masaajidada maalin maalmaha ka mid a haddaad ka maqashaan asalaatu jaamica asalaatu jaamica asalaatu jaamica qofku waa inuu soo ordaayo masaajidka uu aadaa badanaa waxaa la sameeyaa markay qoraxdu madoobaato dayuxu markuu madoobaado rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam arrin muhiima markuu sheegayana dadkaa loogu yeeri jiray waa waqti aan salaad ahayn wuu ugu yeeri jiray rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam cabdullahi ibnu camr caas markaa wuxuu yidhi asalaad jaamican maqalnay waa soo orodnay rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nebi kasta oo ilaahay uu soo diray waxaa xaq ku ah ummaddiisa inuu u sheego wax kastoo khayr ugu jiro sidoo kale waxaa xaq ku ah inuu ummaddiisa u sheego wax kastoo shar ugu jiro nebiga odhanaya sal allahu calayhi wa aalihi wasalam kadib rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ummaddan jucila caafiyatuhaa fii awaliha ummaddan caafimaadkeedii iyo diintooda u badbaada iyo wanaaggooda ilaahay oo la jeclaadiyo rasuulkiisa waxaa la yeelay ummaddii ugu horreysay ummaddan ugu horreysay waa quruun almufadala baa caafiyadoo dhan la siiyey diintooda waa u badbaaday adduunyadooda waa u badbaaday caqligooda waa u badbaadeen owlaaddooda waa u badbaadeen ahalkooda waa u badbaadeen kadibna wuxuu yidhi rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam kuwaan kadib fidnaa imaanaysa midba midda kale ay ma aragtay ka culus tahay oo qofka fidna u imaanaysa qofka muslimka fidna markuu ku dhaco wuxuu leeyahy haadihi muhlikatii tan waa middan ku dhiman lahaayoon ku halaagsami lahaa annaga dad baa naga darnaan doona naga dambayn doona fidnaa imaanaysa haadihi muhlikatii haadihi haadihi buu odhanayaa qofka rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam markaa statement oo very strong statement buu bixiyey wuxuu yidhi faman axabba an yuzaxzaxa can innaar wayudkhala aljanna falyatihi aw falta'tihi maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi walyowmi alaakhir qofka raba fidnada maxaan rabaa inaan uga badbaadno soomaha janno inaan galno qofka raba markaa janno in la geliyo naarna laga badbaadiyo fidnana uu ka badbaado fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi walyowmi alaakhir mowtka ha u yimaado isagoo ilaahay iyo malaakhiro rumaysan fidna waad ka badbaadaysaa fidno kastoo dhacda adiga mowtka yuusan kugu imaanin wakhti kasta diyaar ahow subax iyo galab diyaar ahow inaad ilaahay rumaysan tahay iyo yowm alqiyaama inaad rumaysan tahay tayib midda labaad ee fidnada looga badbaadaya rasuulku u sheegayna wuxuu yidhi walyati ila annaas alladii yuxibbu an yu'taa ilay dadka ha ula yimaado waxa isaga uu jecel yahay in loola yimaado dadka ha kula dhaqmo sida uu rabo dadka inay kula dhaqmaan walaal adiga ma rabtid in lagu caayo
dadka ha caayin ma rabti in lagu xanto dadka xaman ehelkaaga in wax laga sheego ma rabti waxba ha ka sheegin cirdigaaga iyo sharaftaada ma rabti wax laga sheegay dadka kale ha ka sheegin fidnada qofku ka badbaadaya marka maxaa looga badbaadi الإيمان بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه واختي في النظر بارك الله فيكم صحابة ويقراري جرين مرك في النظر العرق وحبا يسو شيء جرين قبايا لترين جري قباي ابن قيس ننك لقم قعابو قباي أولا هايو هري بي مثلا كو قراري جرين ابن عيينة وحولي سفيان ابن عيينة المحدث الكبير وادقرنيسان عن خلف ابن حوشب الكوفي وحويري كانوا يعني السلف يستحبون أن يتمثلوا الأبيات بهذه الأبيات عند الفتن دكي نقهري السلف الصالح وحيج علايين بيدت كان قرار كأ وقت قفد نظا إني استشيقان محير ابن قيس الحرب أول ما يكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل قرار كاسي ترنجرين قرارك وحو يهي في النظر وحا لغو مثالي قبر ير في النظر مركي يرتي قبر يرو آدياد قرح بضن طيب الحرب أول ما يكون فتية دقالك بلو قيسة مركة أقوه الرئيسة وقبر ضلن يرو كلو قرح بضن قبر دا يجعل تسعى بزينتها لكل جهولي قرح دا وحا دب أردية وما أنت أدن رهذين أي أدريسكي يميش اللقى هلو لكل جهول قفك سو جاهلا وفي الندي إلين قبر بالغو مثلي حتى إذا اشتعلت قبر دي إلا إكعر روضو وشب درامها دقني ماذا دي أي موقت ولت عجوزا غير ذات حليلي قف دقوبي يا ربا ولت قبر دي ويب تكتيبو عجوزا يدو دقويضيو غير ذات حليل قف جعلو الرادين ايو دبو اردينا او سنجرين شمطاء وقبر يدو دن وجي قيد واسبدلي وكرا لغو مثلي في الندي ينكر لونها مذب كيدي هدا واسبدلي لان قفك مركو دقوبو يو مركو يريهي مركاد يرتاح عبدا لغو ديه اما عديبا لغو ديه مركاد ويناتانا ما اراكتوا وخلاص طيب شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة يضو لن عبيهي للشم إن لا عرفيو يو تقبيل إن لا شمي أم الله دون كذا تاسي اسكو مثالي جرين وقبر ير أول جعلي هاي أو دو قودي هدونا لقع عرره في النظر واسدا سوكلي ليهن كاسي كو تمثيل جرين ولا ليال في النظر وحيابها لو قمنا نقلي كروحا كم يذي وقت يقولون الدذال عبادة أهان إلا الدعاء الدعاء هو العبادة ابن أبي مليكة وادقران إيسان تابعيه وادقران إيسان قول حاجر معروفة وكسوغا وآدلو استعماله قول قفك كسو جواب زوادي من سين دونا لقوري بدنا ابن أبي مليكة هذا الآدي يدوين وحكود عيسين جري في النظر مركو مقلو اللهم إني أعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتتن إله وحن كان مجن قلينا إن أن نقول عربتني ما شهور كان نمد جاهلي يدي قال لمضي أو أن نفتتن إن في النونو سيدات الرسول كان صلى الله عليه وآله وسلم صلاة كستا وأنا واجب علماء قارقود وحين قف كي كتا صلاة دي سوي دمنته رسولك صلى الله عليه وسلم في أورنجري اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فنة المحيا والممات ومن شر فنة المسيح الدجال أربع إلهي كما قال جري ابن أبي مليكنا وحولي اللهم إني أعوذ بك أن أرجع
أو أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتتن. طيب رسولك صلى الله عليه وآله وسلم سيدوك لي في النظر وكدو عيسين جري رسولك صلى الله عليه وآله وسلم سيدو تلماما يو هبين هبين نظر كم دا وحو أتاني جبريل بايمي وحو كيري فيما يختصم الملأ الأعلى نبي محمد ومقرانا إساء داد كان كون كان صار وحا يكدو ديان فيما يختصمون رسول كان صلى الله عليه وسلم موسى جواب كدب وحو يري ربي باقع أنت إذا وحو صاري ودنهيق يحبطك صاري إلا قع أنت ربي قبوك إذا أنكدر يمو ودنهيق أنكدر يمو كدب لا يتسيب يري وحيا وبضا جبريل يقول كذب نبي محمد هداتكته وحتكد عيسته اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم جبريل وحو أمر إنه سيدا كدو عيسو وحيابها مركا زمن الفتنة عبادوين كالوجود ذلك روحا كمدا إن إلهي لقبر يو أن كبر إنه إنو سنفد نين ميقا من برضا أما كوعدين جرتي أما علماء هيد وما أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدرنا إساء ذاتك وحوشيك جري إفد نوبي بلدينتي كهر يمد سنذي رسولك صلى الله عليه وسلم كهر إيمانيا حجابك وحك شيغيا شعائرتي وحك شيغيا دعاء حفظي بارك الله فيكم. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولا ليال في النظر أقبضا إلا دونيا لإسكئلالي وحويا سيد رسول كنا صلى الله عليه وسلم أوت المامي وقفد نظر بضا وهوين كل وقفد نوب شباب كي يرقى وين إسكئلاليا إمام البخاري وحو باب يستي باب ما يتقى من شؤم المرأة وحيابها لدوني ين لإسكئلالي أو باسيسيغا هوين كي يدب كوضا في النظر إليهين حديث أسامة ابن زيد بوكيني رسول كان صلى الله عليه وسلم وحيد ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء قداش إذا ما ننكتقن بوير أني قد بذي فتنة أقدر رقا هوينك أقدر لن يرضى كفد نوبة أضياشا كفد نوبة ولا لها قبلها كفد نوبة دماشياشا يا كفد نوبة نعوذ بالله من ذلك وحيابها زمن كان لشيء يو ووح مثلا مسكحضة أين قادن كرين رقم كينا ونكسن ونن قادن كرين إسلام كينا ونكسن وسن قادن كرين فتنة النساء شباب كوين إسك إلى ليان هدي دون يان إن لبد بعده وأنا دركت إن زبن كان بارك الله فيكم دتك تجارة هذا سمايان وحقو بضني دعايات كي يكون سمايان أدفتايسمنت كي يكون سمايان وهوين كي ويان أنا أقول سومالي ذا سوقيدين نمانا قرنين هذا وحالك يعني دولي أو قبره قبدي وحكم مقن أين نجرين قف باتوكانك جوغا وحورانا يا ور قبدي ما تقدر أمك قلنين قبدي ما تسفي عن لغم اللبسين نعوذ بالله من ذلك أرنكا وحرام قفك كقان عصدا موالي كيسا وكقان عصدا دولي أو قبره وناس هذا تاقيهين oo hibkeedii uu muuqdo hadba gabadha waxa loo soo dhisi niman baa ku shaqeysta chaayni tagayaan gabadha qaabka ugu fiican ay u sameysan tahay waxa leena ugu soo sameeyay gabar dhaxyar haye Soomaalidu waxay ka sheekeen jirtay maxay ahay dhubo oo dhaxyar markaas wax kasta loo galin war ilaahay laga cabsado suuqa shalay waan tagay laba suuq baan maray idinkana fal yuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib allahumma hal ballaght اللهم فشد يانا لقا قنعسا يانا ددك اللوغو كالمينين
أهل الدعاة يا ليبان تا يا ولا لهن الدعوة ذا مرمر وين السوقية ذا مران ويان ويدتك كلها اللان وحيابها شرعي خلاف سني بيع ذا اللين يا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد ومن عاد ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها المسلمون والمسلمات كلمة ذي إن شاء الله تعالى إنها أي كساب سنتهي هل حديث بان ربينا كسو قبقبيو ومعروفة فإذا نبضن ترنتي وحبضن أنك فإذا استي حديث كهو حديث معقل ابن يسار في صحيح مسلم بوكسو أروري رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم وحيري العبادة في الهرج كهجرة إلي عبادة الله سمي وقتك فتنك وحي لم يتهي هجر الرسول كان له هجره ذي صلى الله عليه وآله وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي هرج كوحي إليه علماء وحقوف سرين وحويان الفتن قارو حير هدين والقتل لغة الحبشية ويان من حبشية وويدية وحير هرجك في النظا قلضان لغو مقعابو تقريدا لغة ضوضا بامركة يما قتل يدلك يمركة يدهيان بيوحيدها هرج هرج مركة واللغة حبشية وحلكا كتمين معناها أنه حويان قتل مركة وبدين عبادة لغد ذاله ورزبا كان هداد قبرتهي حجاب كذا أتكيسو مدارس يمالها قرآن كخير كيان لقاقا هرمارين قرآن كاقا جزكا مالين تينا دخرساتو يانا لقاقا هرمارين دان ليرا هدادة آذان كهداد مقشو آذان كهر هبين كي اسكود دي إنا دلاه ويستابتو فجر كالبضرك عدود إنا كدافين جماعينا تكتو كتو هدي لآذان ومساجد كينا تقشو ويو تكبت باديسة العبادة في الهرج كهجرة إلي دذالة والله أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتتن اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين.